هذا المركز هو بالاخص الوليدات ذوي الاحتياجات الخاصه. كيف ما كتعرفوا الخدمات اللي كتكون هنا، ان هذا الوليد ملي كيفيق الصباح من عند والديه كنمشيو حنا ناخذوه من الدار. كاينين الاخوات المختصين تيهزوه في الترونسبور ملي تيحط رجليه وهو معانا هنا، يعني ممكن انه في دارهم كيكون غير واحد ساعه ولا ساعتين، اما الاغلب ديال الاوقات كيكون هنا وسط يعني وسط العائله الثانيه ديالو. هذا المركز هو بالنسبه لك الوليد هي العائله الثانيه ديالو. حنا في ظل هاد الظروف وفي هاد الازمات اللي كاينه وفي هاد الظل ديال الكورونا اللي كاينه دابا، حنا صبرنا وقلنا غادي زعما ربما يكون حل باش ما نمشيوش حنا ضد، قلنا غادي يكون حل، ما لقيناش. الشهر الاول صبرنا، الثاني الثالث احنا ضد هذا المدرسي، ولكن صافي من وصلت لسبع شهور، من وصلت لثمان شهور الله يجعل البركه، يعني من النفس حبسات باش انا خصني نجي، خصني نجي وانا فرحانه باش نعطي، ماشي انا خصني ناعسه وكنخمم غدا باش غنركب باش نشوف اشنو غادي نعطي. ما عندي ما انا النفسيه ديالي محطمه، ما لقيت شي حاجه باش ننزل قدام. هذا حنا كان من حنا في الضمان الاجتماعي، ما حنا حتى شي حاجه، لهذا حنا وقفنا يدار لنا حل زياده نتخلصوا. مرحبا، حنا نستمروا العمل ديالنا. هذه الكلمه ديالي. كيديروا منين؟ عنده الدار ولد، عنده بزاف د الحوايج. على الاجور ديالنا ما تخلصناش، دابا سبع شهور ودابا بادين في ثمان شهور ما تخلصناش على الاجور. هادشي علاش؟ كتبوا الاخوات وداو الرسائل، كلشي داو حتى للرباط داو الرسائل وما جاوبونا حتى شي حاجه، حتى شي حاجه ما جاوبونا بها. غيبقاو دايرين الاضراب حتى تجي الاجور ديالنا، لان ضرينا ضرينا بزاف من ناحيه طريطات، الناس عندهم الكرا، الناس عندهم التزامات، ضرينا بزاف. الادويه راك عارفين المصاريف اليوميه راه معروفه. ضحينا سبع شهور وحنا كنقولوا غادي تتحسن الوضعيه، غادي تتحسن غادي تتحسن، دابا ما شفنا حتى تحسين. كنتمناو ان المسؤولين يشوفوا من حالنا ويشوفوا من حال هاد الوليدات، راه مساكن ضايعين، حنا ضايعين وهما ضايعين. حنا اخويا مستخدمين ديال المركز ديال الاطفال في وضعيه اعاقه. المشكل ديالنا هو انه حنا ما توصلناش بالاجور ديالنا، هذه مده ديال 8 اشهر، يعني من غوش 8/2020 حتى هذا الروبورتاج هذا. كنطالبوا من المسؤولين باش انه ياخذوا بعين الاعتبار هذا المشكل ديالنا، ودقينا جميع الابواب وعندنا شكايات وراسلنا المسؤولين لكن بدون اجابه. ومن هذا المنبر هذا كنطلبوا من الناس المسؤولين باش يشوفوا من حالنا، لانه 8 اشهر لا يعقل واحد اجير خدام وما كيتخلصش. حنا وصلنا لواحد الحاله ديال التشرد وعندنا مشاكل وتابعنا الكراق وعندنا تريتات وكل الظروف ديالو.